انت ليه مثيرة للجدل؟ معرفش. مشكلتك فين؟ يمكن المشكلة في التركيبة كلها على بعضها، يعني ايه؟ يعني الناس مش بتتقبل الست اللي بيبقى، مش هقول حلوة، بس ست اللي مهتمة بنفسها، مهتمة بمظهرها، وبتشتغل كاتبة مثلا. يعني الكونتراست ده مش مريحهم، مخلي في حالة تربص بيه. الست الحلوة ولا الست اللي هي بتحاول تبرز مفاتنها بشكل مثير؟ ايه المعايير اللي بتفرق ما بين الحلوة واللي بتبرز مفاتنها من وجهة نظرك انت؟ خليني انا اتقمص لك دور المذيعة لا هي مش الدقيقتين. قضية معايير، لكن الحقيقة أنا برصد اللي بيتنشر عنك على السوشيال ميديا، وبلاقي إن الانتقادات أغلبها اللي بتوجه لك مثلا ليكي زي مثلا متصورة بيه، حتى عليه كوميكس كتيرة جدا جدا، زي الحقيقة يبدو فنانة استعراضية، لموديل اعلانات. انت بتتعمدي انك انت تثيري الناس بلبسك على السوشيال ميديا، او مش بتتعمدي صحيح، صور مثيرة؟ مش صحيح. مش شايفة ان عندي اي حاجة. يعني الفوتو سيشنز اللي قلبت الدنيا، اللي عملت مشاكل وكانت ترند، لو رجعتها هتلاقيها صور عادية وكلها الاغلفة مجلات. يعني انا مش يعني مثلا جرى العرف لما تبقى كاتبة بتتصور تبقى قاعدة ممسكة بالقلم او ماسكه بالريشه زي على طريقه نزار قباني، الرسم بالكلمات اي وترسم بالريشه، يعني يبقى الادوات اللي بتستخدمها هي الاداه اللي بتتصور بيها. بس انت لا ظهوري شفت ماسكه في ايدك لا قلم لا ولا لا لا ريشه. لا بص، ظهوري على اغلفه المجلات بيبقى بيقدمني كاعلاميه او كمذيعه، مش هل انت ككاتبه. اعلاميه متمرسه؟ يعني تقدري تقول عليكي مذيعه مثلا؟ يعني هل خدتي تجربه اعلاميه طويله فتقدري تصنفي نفسك انك انت اعلاميه اكتر منك فنانه تشكيليه لا، مثلا؟ انا قلت لك في البدايه ان انا بقدم نفسي في المقام الاول كفنانه تشكيليه، ثم كاتبه، ثم اعلاميه. انا معتزه بانتمائي للوسط التشكيلي والوسط الثقافي اكثر من اعتزازي بانتمائي للوسط الاعلامي، رغم ان انا يعني انا بنت ماسبيرو، انا اتمرنت في ماسبيرو من زمان فور تخرجي يعني. لكن بالعوده للحديث عن موضوع الصور، جرى العرف على انه المذيعات بيتصوروا على اغلفه المجلات. في فاشن ديزاينر وفي ستايلست وفي ناس بيبقوا مسؤولين عن اخراج الغلاف ده بالشكل ده، للفنانين والفنانات، وانا مش شايفه ان ده في تجاوز. للمودلز للنجوم. انت حاطه نفسك في اطار نجمه وانت اديبه وكاتبه، المهم عند الناس كتاباتك، قلمك، ريشتك الجميله اللي بترسمي بيها الصور، ولا ايه؟ فده المهم عند الناس. طيب انا هقول لك، لفترات طويله جدا كنت بكتب مقالين اسبوعيا، مقال عن تاريخ الفن، مقال تشكيلي، ومقال اخر في الشان السياسي او في الشان النسوي، وعندي كانت حلقه اسبوعيه، وعندي معرض سنوي او على الاقل مشاركه في معرض محلي او دولي.